السلام عليكم، حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع عبر قناة الرافدين. ما طبيعة مبادرة الحزام والطريق الصينية؟ أين تكمن أهمية مشروع مبادرة الحزام والطريق بالنسبة للكيان الصهيوني؟ ما حدود الدور الصهيوني في هذا المشروع الصيني؟ في ماذا تتمثل عوامل الجذب في الكيان الصهيوني للمشروع الصيني؟ وفي زهرة المدائن مؤسسة دار الطفل في القدس المحتلة، كما تتابعون في ذاكرة فلسطين مجزرة أسطول الحرية التي وقعت عام 2010. فابقوا معنا. ترابك أقصانا الحر، أقصانا الحر، أقصانا الحر، مرابطين مرابطات، غير مالك نشرب المر، نشرب المر، نشرب، وفيك نرابط للممات. ترابك أقصانا الحر، مرابطين مرابطات، غير مالك نشرب المر، وفيك نرابط للمدات. من أرضك لا ما نرحل، لا ما نفارق هالجنات، هيها تنسى وتحتل، لا ما نحني هالآمال. من أرضك لا ما نرحل، لا ما نفارق هالجنات، هيها تنسى وتحتل، لا ما نحني هالآمال. هاي 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 المقدسية، ما نخشى ظلم وجبروت، لو هدوا كل البيوت، حجرتنا طلقات الموت، اهوي عالصهيونية. لخنسة بنت فلسطين، ناخدك ترفع الجبين، رح تبكي فوق الهامي، تاج مكلل بالياسمين. انت الحرة واخت رجال، افعالك بتهز جبال، صرتي مضرب للامثال، وحكاية فخر الاجيال. أسوارك عهد الأحرار، لو أعطونا نجوم الشمس منغير عتبات الدار. لا تهويد ولا استيطان يمحي عنك العروبة، رح تبقي طول الزمان عربية يا محبوب. تحية لكم من جديد أعزائنا المشاهدين. عام 2013 ناقش الحزب الشيوعي الصيني مشروعا استراتيجيا أطلق عليه بعد تعديلات عديدة للاسم مبادرة الحزام والطريق، ثم تم الإعلان عنه رسميا عام 2014 ليبدأ التنفيذ الفعلي مباشرة بعد ذلك. يقوم المشروع الصيني الذي يتوقع له أن يكتمل عام 2049، وذلك بمرور قرن على قيام جمهورية الصين الشعبية، على بعدين مركزيين هما ربط القارات الثلاث آسيا، إفريقيا وأوروبا بشبكة برية، سكك حديدية، طرق معبدة ومحطات للطاقة، وأخرى بحرية متمثلة في عدد من الموانئ، وذلك بهدف تنشيط العلاقات التجارية بين دول القارات الثلاث. وستعبر هذه الشبكات أقاليم 63 دولة، منها 13 دولة عربية وقعت مذكرات تفاهم مع الصين حول المشروع، هي دول مجلس التعاون الخليجي الست، وكل من اليمن، العراق، مصر، الأردن، سوريا، لبنان، فلسطين، وبلا شك الكيان المحتل. فما أهمية هذا المشروع الصيني بالنسبة للكيان الصهيوني؟ وما موقعه من هذا المشروع؟ أسئلة نطرحها على ضيوفنا في الأستوديو. معنا ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد مكرم بلعاوي، رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط. مرحبا بك معنا دكتور، يسعد مساك. كما يسعدنا أن نرحب مباشرة من لوس أنجلوس عبر سكايب بضيفنا الأستاذ توفيق طعمة، الباحث والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا أستاذ توفيق. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا بكم ضيفي الكريمين، وننتقل بكم أعزائنا المشاهدين إلى متابعة هذا التقرير، ثم نعود للنقاش بحول الله.
يقوم المشروع الحزامي والطريق الذي أقره الحزب الشيوعي الصيني عام 2014 والذي يتوقع له أن يكتمل عام 2049 على بعدين مركزيين هما ربط القارات الثلاث آسيا وأفريقيا أوروبا بشبكة برية كسكك حديدية وطرق معبدة ومحطات طاقة وأخرى بحرية كالموانئ بهدف تنشيط العلاقات التجارية بين دول القارات الثلاث. وستعبر هذه الشبكات أقاليم لـ 63 دولة منها 13 دولة عربية وكيان العدو الذي أدرك صناع القرار فيه أن المشروع يأتي في وقت تلوح فيه اتجاهات استراتيجية أمريكية للتحلل تدريجيا وبهدوء من عمق الانخراط الأمريكي في الشأن الشرقي أوسطي. الصين حاولت وضع موطئ قدم لها في إسرائيل من خلال شراء شركات تأمين ومن خلال شراء عقد ميناء حيفا بعقد لمدة 20 عام وكذلك الربط بين ميناء إيلات وأسدود وهو ما يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وهو طريق مهم جدا بالنسبة للصين في إسرائيل. يكمن الدور الذي ستلعبه دولة الاحتلال ببناء سكة حديد تصل بين ميناء إيلات وزدود لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، ما يدفع بالصين لشراء شركات التأمين الصهيونية أو الإسهام فيها والسعي لتوسيع وتشغيل ميناء زدود وميناء حيفا بعقد مدته 20 سنة، والتعاون في شق الأنفاق وتمديد خطوط أنابيب لنقل الطاقة إلى خارج كيان العدو. من اهتمامات إسرائيل هي الاقتصاد، حيث تهتم بشكل كبير في الاقتصاد الصيني، حيث تعتبر الصين حاليا من أقوى الدول اقتصاديا في العالم والتي لها طموحات كثيرة في أوروبا أو آسيا أو أفريقيا، وتعتبر إسرائيل هي مركز هذه القارات الثلاثة. وتكمن عوامل الجذب لدى دولة الاحتلال للمشروع الصيني في الموقع الجغرافي المتميز على البحر المتوسط كنقطة وسطى بين القارات الثلاث، وحصول الكيان على المرتبة الثانية في قائمة الدول الأقل مخاطر على الاستثمار من الدول المشاركة في المشروع، إضافة إلى أن الصين ترى في كيان العدو منفذا للوصول إلى التكنولوجيا الغربية في ظل اشتداد الحصار الأمريكي على هذا الجانب في العلاقة مع الصين، وبالتزامن مع تزايد الاكتشافات لمصادر الطاقة المحتملة عند الشواطئ المتوسط، وهو أمر يوسع الخيارات الصينية للوصول إلى مصادر الطاقة في ظل تزايد الانفتاح العربي الصهيوني التي أضحت الممرات التجارية الجديدة بين الدول العربية والكيان موضع عناية الصين. تحية لكم من جديد أعزائنا المشاهدين، التحية موصولة لضيوفي الكرام. ضيفي في الأستوديو دكتور محمد مكرم بلعاوي رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط، مرحبا فيك مرة أخرى دكتور. وكذلك لضيفي من لوس أنجلوس الأستاذ توفيق طعمة المحلل السياسي، مرحبا بك مرة أخرى. دكتور أبدأ معك، أولا ما طبيعة هذا المشروع وما الدوافع للصين خلف التفكير بهذا المشروع الضخم العملاق الذي نتحدث عن يعني قرابة يعني 25 سنة سيتم العمل فيه حتى إنجازه بشكل كامل؟ أولا مبادرة الحزام والطريق هي ليست مشروع، يعني إطلاق مصطلح مشروع على مبادرة الحزام والطريق ممكن يدخلنا في عدة مشاكل. المبادرة الحزام والطريق هي أقرب إلى رؤية، نعم، واسمها مبادرة هو مصطلح مزعج بالنسبة للقوى غير الصينية وبالذات المنافسين للصين زي الهند والولايات المتحدة الأمريكية والأوروبيين، لأنه الفرق بين هذه المبادرة والمشروع إنه المشروع له صفات محددة سواء على صعيد طريقة التنفيذ أو الموازنة أو المكان الموجود فيه، بينما مبادرة حزام والطريق تم اختيار هذا المصطلح لها initiative حتى تكون مرنة إلى أبعد الحدود، وهذه المرونة هي بحد ذاتها مزعجة للأطراف الأخرى. يعني يندرج تحت هذه المبادرة مجموعة ضخمة من المشاريع التي يمكن أن تزداد أو تنقص حسب الظروف، وقيمة المبادرة متفاوت بشكل هائل جداً لدرجة أنه البعض يقدر بأنه المشروعات المندرجة تحت المبادرة يمكن أن تقدر بتريليون دولار ويمكن أن تصل إلى 8 تريليون دولار، يعني من تريليون إلى 8 تريليون، 8 أضعاف. ولذلك ملامحها
غير الثابتة وسمتها المرنة أكثر من اللازم، نعم، لا تصلح لأن نطلق عليها مشروع لأنها تضم كما ذكرت مجموعة هائلة من المشاريع. تمام، هل ثم الدوافع للصين للتفكير بهذه الطريقة، قيام بمبادرة كبيرة بهذا الحجم؟ الحقيقة هناك دوافع داخلية ودوافع خارجية. من الأهداف الكبرى للصين على سبيل المثال، أولاً الانتقال من حالة أن تكون مصنع العالم إلى مرحلة أخرى اللي هي الهاي تيك، التكنولوجيا المتطورة، لأنه خلال فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات كان هناك نتيجة استهلاك كمية هائلة من الوقود لتصنيع مصنوعات قليلة الجودة وقليلة المربح، أدى ذلك إلى انتشار التلوث في البلد، بالإضافة أنها اعتمدت عمالة غير مدربة، العمالة الرخيصة. اليوم في تحول أساسي بنظرة الصين أنها لا تريد هذا النوع من الاستثمار وهذا النوع من الصناعة، هي تتجه إلى صناعات أرقى وتريد أن تخرج من خلال مبادرة الحزام والطريق هذه الصناعات إلى الدول المجاورة أو دول أخرى، على غرار ما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا في الثمانينيات والتسعينيات. الأمر الآخر هو مرتبط أيضا بتمكين المناطق الداخلية في الصين، لأن الصين بلد هائل المساحة ولكن التركز السكاني فيه هو من الجنوب والشرق، أما المناطق الداخلية فهي مناطق ما زالت في حالة بدائية، فمبادرة الحزام والطريق تمكن الدولة أن تصل إلى كل أنحاء الصين من خلال شبكة الطرقات والاتصالات. الأمر الثالث أو الأمر الآخر المهم هو التواصل الجغرافي مع الجوار، لأنه من خلال مشروع أو من خلال مبادرة الحزام والطريق ومن خلال هذه المشاريع اللي ذكرناها يمكن للصين أن تتواصل مع كل من بنغلاديش والهند ووسط آسيا وكل البلدان المحيطة، سواء عن طريق البر وهو الأساس أو طريق البحر، وهو ما يعرف أمريكيا يعني عقد اللؤلؤ، هو مصطلح غربي وليس مصطلح صيني. نعم. ولذلك هناك أهداف كثيرة داخلية وخارجية. دعنا نتوقف عند ذكر يعني الموقف أو أمريكيا. أستاذ توفيق، تحية لك مجددا، ونحن نتساءل عن موقف الأمريكي من هذه المبادرة، ماذا تقول أمريكا، كيف تفكر أمريكا تجاه هذه المبادرة؟ يعني بالتأكيد الموقف الأمريكي غير راضي عن هذه المبادرة، كون أن المنطقة الآن تشهد صراع على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط بين الصين ومن جهة، وبين الصين وروسيا ودول أخرى من جهة، وبين أمريكا من جهة أخرى. أعتقد أن هناك في تنافس كبير جدا على السوق، على الأسواق العربية، على الأسواق في الشرق الأوسط. أمريكا غير راضية عن هذا الشيء، لأن أيضا هناك شيء آخر، عندما تكون إسرائيل موجودة في هذا المشروع من ضمن هذا المشروع، هذا سيؤثر على العلاقة بين يعني على 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 العلاقة مع الدولة الاحتلال الإسرائيلي بين أمريكا وإسرائيل، ولا أعتقد أن أمريكا ستسمح في هذا الشيء، خاصة عندما يتم يعني انضمام إسرائيل إلى هذا المشروع، وخوف أمريكا من تسلل التكنولوجيا الأمريكية التي تزود إسرائيل بها أن تنتقل إلى 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 الصين، فهناك تخوف من هذا الموضوع. وأعتقد أن الإدارة الأمريكية أو الموقف الأمريكي كان غير راضي حتى في الاجتماع الذي عقده في 2014، أكثر من 23 دولة جاءت لهذا الاجتماع وباستثناء أمريكا وبعض الدول الأوروبية الغير راضين عن هذا المشروع، لأن هناك في تنافس حقيقي الآن. وأعتقد أن الصين الآن هي قوة لا يمكن تجاهلها في المنطقة، قوة اقتصادية عالمية،
والشرق الأوسط وهذه المناطق بشكل عام هي سوق كبير للصين. وهنا يعني عندما تدخل الصين بهذا الحجم في هذه البضاعة في هذه الأسواق، أعتقد هذا يعني يحدد من طبيعة منتجات أمريكا من دخول هذه أو وصول هذه المنتجات إلى منطقة الشرق الأوسط. فأعتقد أن يعني هناك غير يعني هناك رضا أو غير راضين، الجانب غير راضي عن هذه المشروع، عن هذا المشروع الصيني، المشروع في هذه المنطقة، لأنه يشكل له خطرا على النفوذ كما ذكرت، النفوذ الاقتصادي، النفوذ السياسي أيضا، والنفوذ العسكري. قد يكون في حتى من خلال هذا البرنامج أو من هذا المشروع سيتم هناك بناء قواعد عسكرية في الدول التي تمر فيها هذه الخطوط، السكك الحديدية والموارد، تكون هناك قواعد عسكرية صينية لحماية هذه المشاريع. فهذه القواعد العسكرية تشكل خطرا أيضا على القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في هذه المناطق، في تلك المناطق. نعم. فهنا من هنا يأتي الرد الأمريكي الغير راضي عن هذا المشروع. نعم. أرجو أن تبقى معنا أستاذ توفيق. دكتور، دائما هناك سؤال يوجه للصينيين، هل هذا استعمار جديد ستقوم به الصين في المنطقة؟ يعني الصينيون دائما يدافعون عن أنفسهم أنهم في عهد الإمبراطورية لم يكونوا قوة توسعية. نعم. فلماذا الآن بعد كل هذه الألفيات يتحولوا إلى قوة توسعية؟ هذا هو السؤال الذي يطرحونه دائما على الغير. ولكن بالمقابل الناقدون من الغربيين على وجه التحديد لهذا المشروع يذكرون بأنهم هم أدرى الناس وأعلم الناس بهذا السلوك، لأنه عندما تتطور الدول بالبحث عن الأسواق وتتطور للبحث عن موارد رخيصة فإنها بالتالي ستعمل على حماية خطوط الإمداد. ومن أجل حماية خطوط الإمداد يجب أن تكون قوة عسكرية بحرية وقواعد، وتدريجيا تتحول إلى قوة مهيمنة وإمبراطورية واستعمار. فالغربيون يقيسون على تجربتهم بهذا المنطق، والصينيون يدفعون بخلاف ذلك. لكن في حقيقة الأمر وبالنسبة لرأيكم الكريم، هل فعلا في تفكير الصين هذا الشيء؟ يعني الآن أعتقد أنه في مفكر سياسي مشهور جدا اسمه جون مارشايمر، وهو مؤسس لنظرية اسمها الواقعية الهجومية. هو يذكر بأنه ليس مهما ما تعتقد، يعني حتى الصينيين لو أنكروا أنهم يسلكون هذا السلوك وهو التوجه نحو أن يكونوا قوة مهيمنة أو قوة عظمى، فإن الكلام والنيات ليست كافية. المهم السلوك، لسان الحال، ولسان الحال هذا قد يكون يعني زي سلوك عقل باطن غير مخطط له بشكل مباشر. ولذلك هو ينظر إلى السلوك الصيني ويرى بأن الصين هي على مسار حتمي كي تتحول إلى قوة عظمى تنافس الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ما يطلق عليه بالمهيمن الإقليمي. يعني حتى تكون أنت قوة عظمى يجب أن تكون أكبر قوة في المنطقة التي تحيط بك وتهيمن عليها، ومن هناك تنطلق لأن تكون قوة عظمى. وهو يجزم بأن الصين على هذا الطريق. نعم. والأمريكان ما موقفهم في هذه الحالة؟ الأمريكيون طبعا منزعجون جدا، نرى ذلك من خلال الحرب التجارية أحيانا غير المبررة من قبل الأمريكيين على الصين، من خلال إثارة المشاكل سواء في بحر الصين الجنوبي، في تايوان، في كوريا الجنوبية، في هونغ كونغ، في محاولة تعطيل المشاريع الصينية على مدى الطريق بالنسبة يعني أوروبا أو على طريق البحري، ثم بعد ذلك بإقامة تحالفات مع كل من الهند واليابان واستراليا من أجل تعطيل المشاريع الصينية. السؤال أستاذ توفيق، هل بالفعل يستطيع الأمريكان تعطيل هذه المبادرة أو تنفيذ أجزاء منها أو مشاريع من هذه المبادرة؟
يعني قد تحاول يعني قد تحاول الإدارة الأمريكية تعطيل هذه المبادرة، قد تستطيع أن تؤثر على بعض الدول الفقيرة التي يعني تأخذ الأموال من أمريكا أو القروض من أمريكا. هناك دول لا أعتقد أن بأمريكا باستطاعة أمريكا أن تضع أي نوع من الضغوطات لمنعها من المشاركة في هذا المشروع. يعني صحيح أمريكا هي قوة كبيرة جدا ولها نفوذ في العالم، لكن في هناك دول لا يمكن القبول، لا تقبل في هيمنة أمريكا وفي سيطرة أمريكا على المنطقة، لأن أمريكا يعني حقيقة أمريكا الآن هي في الشرق الأوسط لسبب كبير، هو الطاقة، للحصول على الطاقة، على الطاقة من دول الخليج، حصول على البترول، حصول على هذه الأمور. الآن الطاقة متوفرة الآن في أمريكا، واليوم إذا لاحظت أو تابعت خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص ما يحدث بين إيران والعراق، قال جملة، قال نحن لسنا بحاجة للاعتماد على الشرق الأوسط في الطاقة، عندنا الطاقة متوفرة بشكل مستمر، فنحن في المستقبل لن نحتاج البترول العربي، لن نحتاج البترول الخليجي، لأن عندنا يعني جميع أنواع الطاقة أصبحت الآن متوفرة. فهذا يدل على أن أمريكا يعني تريد الانسحاب، يعني سيكون لها تأثيرها لن يكون هذا التأثير القوي الذي يؤثر على دول في تلك المنطقة. قد تكون لها تأثير على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تتلقى 3 بليون دولار سنويا، هذا المعلن عنه، ولكن نعرف، نحن ندرك تماما أن إسرائيل تحصل على أكثر من هذا المبلغ من اللوبيات الصهيونية. أعتقد هذا مبلغ كبير جدا، وأعتقد أن السياسة الأمريكية أيضا لها دور في السياسة الإسرائيلية، كون إسرائيل هي محمية إسرائيلية، محمية أمريكية. وأعتقد أن حتى إسرائيل مترددة، هناك يعني إسرائيل مترددة في الدخول في هذا المشروع. هناك تيارات، تيار معارض وتيار يعني تيار يشجع على المشاركة في هذا. هناك يعني التيار الأول الذي يقلق بالنسبة لإسرائيل أو بالنسبة لأمريكا، هو مقلق بالنسبة لإسرائيل احتمالية عسكرية هذا المشروع. يعني المشروع الصيني هذا يمكن عسكرته، يمكن أن يكون في المستقبل، أم يكون يعني هناك محلل إسرائيلي قال أن يعني المشروع الصيني، هذا المشروع الناعم، استخدمته أمريكا قبل الحرب العالمية الأولى، ونتج عن ذلك هي سيطرة أمريكا على مناطق عدة في الشرق الأوسط وفي مناطق أخرى في العالم، وهناك القواعد العسكرية المنتشرة في جميع أنحاء العالم. الصين الآن لا توجد لها قواعد في أنحاء العالم، وقد يكون هذا المشروع في دخولها لمناطق الشرق الأوسط ودخولها لمناطق آسيا ومناطق أخرى، قد يكون هذا أيضا سبب يعني لعسكرة هذا الأمر، وأيضا لأسباب خاصة في المشروع الصيني للسيطرة والهيمنة على مناطق الشرق الأوسط. والإسرائيليين قاعدين قلقين بالنسبة لموضوع علاقتهم مع الأوروبيين، لأن هناك بعض الأوروبيين، دول أوروبية غير راضية عن هذا المشروع، فيتحدثون الآن عن العلاقة، كيف ستكون العلاقة مع الأوروبيين ومع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. هناك شكوك، هناك بعض أسئلة كثيرة مطروحة في الحقيقة أستاذ توفيق، من ضمنها السؤال التالي دكتور، يعني عن كما قلنا طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الكيان المحتل في ضوء مشاركة الاحتلال الصهيوني في هذه المبادرة، وكونه جزء، وهناك عوامل جذب كثيرة في كما تعرفون لدى الاحتلال الصهيوني كي يكون جزءا رئيسا من هذا المشروع الصيني أو المبادرة الصينية. الصينيون توجههم نحو إسرائيل هو بالمقام الأول لهدف واحد، مبادرة حزام والطريق لا شك مهمة، ولكن الأهم
هو أن الصينيين يشعرون بأنهم لن يكونوا دولة ذات تأثير ووزن عالمي ويستعيدوا دورهم العالمي ما دام هم متخلفون في المجال التقني والتكنولوجي، وهم يعتبرون بأن إسرائيل بوابة رئيسة إن لم تكن هي البوابة الرئيسة في هذا الاتجاه. ولذلك الأمور الأخرى أو الشراكات الأخرى هي أمور أقل أهمية الآن. هذا سبب. السبب الآخر هو مبادرة حزام الطريق. نعم، إسرائيل اليوم يميزها أنها تعتبر دولة متطورة، وإن كانت جزء من المنطقة إلا أنه على المستوى التكنولوجي هي جزء من العالم الغربي. يعني شبكات سكة الحديد والبنية التحتية متطورة فيها بحيث تتناسب مع المعايير الصينية دون مشاكل تذكر. وهناك مشاريع بالمليارات اليوم من أجل تطوير شبكات سكك الحديد، من أجل تطوير الموانئ، وعلى وجه الخصوص ميناء حيفا وميناء إسدود أظن. نعم صحيح. إسدود أو عسقلان. إسدود نعم. وبذلك فتصبح إسرائيل هي إحدى البوابات الأساسية على البحر الأبيض المتوسط، وتسعى أيضا الصين إلى تثبيت وضع المنطقة، بمعنى أنها خلافا للولايات المتحدة الأمريكية التي تسعى في سياستها في كثير من الأحيان إلى خلخلة المناطق أو بسموها بالإنجليزي destabilization، هي تسعى إلى إيجاد الاستقرار، إلى إيجاد ثبات في المنطقة، لأنه لا يمكن ممارسة تجارة وتوسع استثماري واقتصادي بدون أن يكون هناك ثبات نسبي في المنطقة. ولذلك دخول الصين على كل دول المنطقة هو من أجل تحسين الأمن فيها، ومن ذلك إقامة شراكات وتحقيق عملية سلمية ما بين العرب والفلسطينيين من جهة، وما بين إسرائيل على الطرف الآخر. نعم أخي دكتور، على ماذا ستحصل الصين مقابل التكنولوجيا الإسرائيلية؟ هو منافع اقتصادية. أنت تقصد يعني إسرائيل؟ بالعكس، إسرائيل بكل تأكيد منافع اقتصادية. لا ننسى أنه الصين هي أكبر سوق في العالم، بالإضافة إلى أنه اليوم في ركود في العالم الغربي. الأمر الآخر أنه الأوروبيين بالذات أصبحوا يضعون كثير من الشروط التي ضاق بها الإسرائيليون، يربطونها بالاحتلال وبحقوق الإنسان وإلى آخره. الصين لا تنتمي إلى هذه المنظومة، بتعتبر أنه العلاقات الدولية هي قائمة على التخادم والتنافع، ولا تشترط شروط من هذا النوع. وعندما تنظر إلى كيف إلى الطريقة التي يفكر فيها الإسرائيليون، تجد بأنهم يتخوفون دائما من غياب الغطاء الدولي. نعم. فلو انحصر الغطاء الدولي الأوروبي والغربي لأسباب ذاتية متصلة بالغرب نفسه، أو لأسباب موضوعية متصلة بالعلاقة بين الطرفين، فإنه البديل غالبا سيكون جاهز. هم يبحثون دائما عن مظلة بديلة متمثلة بالمقام الأول بالصين، وممكن كمان الهند. نعم أستاذ توفيق، هناك بعض المراقبين يطرحون سؤالا عاما حول النفوذ الأمريكي في المنطقة خلال العقود القادمة. هل نحن أمام تراجع لهذا النفوذ مقابل تكريس النفوذ دول أخرى كالصين وغيرها؟ هل هذا نقاش مطروح في أمريكا؟ نعم نعم بالتأكيد. يعني في الأجواء الأمريكية هنا أعتقد أن هناك سياسيون، هناك محللون، هناك العديد من أصحاب القرار في الإدارة الأمريكية يعتقدون أن يجب يعني التحلل تدريجيا من منطقة الشرق الأوسط اقتصاديا وحتى سياسيا أو وحتى عسكريا. يعني عسكريا على الآن ينادون بسحب قواتهم من الشرق الأوسط وخاصة من العراق وسوريا ودول أخرى. أمنيا يعني الآن أصبح يعني المنطقة الشرق الأوسط غير ملائمة لوجود قوات أمريكية في هذه في تلك المنطقة. وأعتقد اقتصاديا أن يعني الاقتصاد أن الصين الآن أصبحت دولة كبيرة جدا، لها مصادرها ولها العديد، يعني نفوذها الآن أصبح قوي جدا وأصبح أقوى من يعني النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى.
أعتقد أن يعني الاقتصاد الصيني في تنامي كبير جدا، والأسواق العربية والأسواق المناطق الشرق الأوسط والمناطق الأخرى هي يعني من أقرب الأسواق إلى السوق الصيني، كون البضاعة يعني قد تكون هناك البضاعة يعني سعر البضاعة تكون أرخص من سعر البضاعة الأمريكية وأمور أخرى. يعني أعتقد أن أمريكا وضعها الآن غير يعني قوي بالنسبة لما يحدث بالفترات الأخيرة، خاصة في عهد الرئيس ترامب. يعني هناك تراجع في العلاقات الدولية بين أمريكا والدول الأوروبية، هناك اتفاقيات عدة تحللت منها الإدارة الأمريكية ويعني تخلت عنها وأصبحت غير قابلة بالنسبة لها، كما نلاحظ الاتفاقية النووية بين إيران وبين أمريكا، واتفاقية المناخ أمريكا يعني تحللت من هذه الاتفاقيات. فأعتقد أمريكا تريد التحلل من ملفات كثيرة الآن في الشرق الأوسط، ونفوذها، وعندما تتحلل من هذه الاتفاقيات يخف نفوذها، نفوذها لن يكون كما كان في السابق. هناك تنامي في القوة الروسية، روسيا الآن قوية في المنطقة، هناك تركيا، هناك الهند، هناك عدة دول نامية، عدة دول الآن اقتصادها يضاهي دول كبرى، وأعتقد أن النفوذ الأمريكي في المستقبل سيقل مع تصاعد النمو الصيني والتطور في معظم المناطق العربية والخليجية ومنطقات والمناطق آسيا وجميع المناطق. أرجو أن تبقى معي أستاذ توفيق. دكتور محمد، هناك مشاركة يقال أنها جيدة من عدد من الدول، دول العالم، نحن نتكلم عن 63 دولة من بينها 13 دولة عربية. ما رأيك في هذه هل هي مشاركة جيدة في هذه المبادرة؟ هذا بيعتمد على كيف نعرف يعني كلمة جيدة. هو المبادرة بدون شك مجموعة مشاريع غير ثابتة العدد، ممكن تكون مئات المشاريع. المبادرة تعتمد على مؤسسات مالية داعمة، منها بنك اسمه بنك البنية التحتية، البنك الآسيوي للبنية التحتية، يقدم قروض من أجل إنشاء مشاريع معينة في البلاد التي تشترك في هذه المبادرة، وبالتالي هي تركز على التنمية، على نقل التكنولوجيا، على تطوير البنية التحتية، على الشراكات، على إزالة القيود الجمركية، على تطوير نظام الاتصالات، على توحيد القوانين. ولذلك نعم، هذه هي مبادرة مفيدة بدون شك من هذا الجانب، لكن الخصوم هذه المبادرة أو ناقدو هذه المبادرة هم يخشون الجانب الآخر، وهو تنامي القدرة الاستراتيجية للصين وتحولها إلى مهيمن أو قوة عالمية تضاهي، تنافس، تحل مكان الولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك الأمريكيون متحسسون جدا من هذه المنطقة، وكل من يسير خلفهم اليوم أيضا يستشعر هذا الخطر، وخصوصا إنه الدور الأمريكي لا يقوم فقط على الاستفادة من الموارد والمواقع، يعني هو في جانبين للمعادلة، الاستفادة ومنع الآخر من الاستفادة. يعني إذا أرادت أن تديم الولايات المتحدة العالمية قيادتها للعالم أو هيمنتها على العالم، هم دائما بيستخدم كلمة قيادة العالم وليس الهيمنة، نحن نستخدم الهيمنة على العالم، فهي يجب ألا تكون قوية فقط، يجب أن تكون هي الأقوى، يعني أن تمنع غيرها من الوصول إلى مصادر القوة. فحتى لو كان عندها طاقة كافية، وحتى لو كانت هي قوية بمقدار كاف، يجب أن تمنع الصين والقوى المنافسة من الوصول إلى مصادر القوة، على رأسها نفط الشرق الأوسط، فتضع مجموعة من العراقيل، سواء عن طريق عراقيل فيزيائية تمنع الناس من الوصول إلى مصادر الطاقة بالقوة، أو أنه تفرض عقوبات، أو تخلق جواً
متوتر أمنيا متوترا لا يسمح بإمدادات النفط، أو حتى أنه على سبيل المثال ترفع أسعار النفط، تساهم في رفع أسعار النفط. كل هذا سيكون له تأثير سلبي يضعف اقتصاد الصين والقوة المنافسة ويجعل الولايات المتحدة الأمريكية في وضع أفضل. نعم، لكن في المقابل ماذا ستستفيد الدول المشاركة وخاصة العربية منها؟ هو أنا الذي سيعود عليها؟ نعم، هو أنا ذكرت أنه أنت عندما تزيل كل هذه الأشياء، تزيل القيود الجمركية، توحد النظام القانوني، تطور البنية التحتية، المقصد دكتور هل هذه الدول هذا فكرت جيدا في أنها ستكون جزء من نظام جديد قد يكون في المنطقة؟ هي الدول هذه غالبا استمرأت واعتادت على نظام التبعية، ما عندهاش مشكلة. هو إذا تغير السيد، المشكلة الأساسية أنه السيد الجديد يكون مناسب وراض إذا يعني أردنا أن نضع التعريف بهذا الشكل. لكن هذه الدول كأي دولة تبحث عن مصلحة، وإذا كانت مصلحتها عند الصين وليس عند الولايات المتحدة الأمريكية فما المانع أن تذهب باتجاه الصين؟ لا يوجد أي مانع، إلا إذا كان هناك ممانعة أمريكية حقيقية ضاغطة على هذه الدول تحول بينها وبين الشراكة مع الصين. نعم، هل يمكن للأمريكان أستاذ توفيق أن يلجأوا إلى نوع من وضع العوائق أمام هذه المبادرة؟ إيه نعم، تستطيع. يعني إذا أرادت أمريكا أن يعني أن تقف حجرة عثرة في هذا المشروع، يعني بإمكانها أن يعني أن تضع بعض العوائق، إلا أنها لا أعتقد أنها يعني تضع باستطاعتها أن تضع جميع العوائق أمام جميع الدول المشتركة في هذه المشروع اللي في 63 دولة أعتقد سيمر منها هذا المشروع وسيمر من خلال دول هذه من هذه الدول. وأعتقد أن يعني أمريكا قد تضع عوائق، قد تكون تنجح في ذلك، إلا أنها في النهاية لا تستطيع أن توقف عمل مشروع ضخم بهذا الحجم. لا أعتقد أن باستطاعتها أن تقف حجر عثرة في هذا المشروع. هذا مشروع كبير جدا، مشروع هناك مشاركة دول عظمى، مشاركة هناك قارات دخلت على الموضوع، ثلاث قارات تدخل في هذا المشروع. أعتقد أمريكا ستمارس بعض الضغوطات على الدول التي تأخذ القروض من أمريكا، يعني تبتز، يعني ستحاول ابتزاز هذه الدول، دول كما قلت دول فقيرة، يعني للعدول عن المشاركة في هذا المشروع. لكن في نهاية الأمر أعتقد أن المشروع هذا المشروع سيمضي قدما، وأعتقد سيحقق يعني الهدف المرجو منه إذا طبعا توفرت الظروف الأمنية وخاصة الظروف السياسية، لأن الاقتصاد مرتبط بالسياسي. إذا كانت السياسة هادئة والوضع الأمني يعني في هادي، أعتقد أن الاقتصاد ينمو. لكن في خاصة يعني في وضع عندنا في فلسطين أو في مناطق أخرى في الشرق الأوسط، هناك مناطق فيها توتر. فأعتقد أن يعني أي مشاريع في عمل مشاريع في مناطق فيها توتر من الصعب جدا أن تكون في هناك استثمارات، تكون هناك في اقتصاد. توفيق، أشكرك جزيلا. دكتور محمد، أخيرا في دقيقة ونصف، مستقبل المنطقة في ضوء كل هذه المعطيات، مبادرة صينية، توتر مع إيران، المنطقة يعني ليست على ما يرام على ما يبدو. لا أظن بأنه مبادرة حجام والطريق هي العامل الوحيد المؤثر على المنطقة، هو عامل من عوامل كثيرة جدا، ولا يبدو لي اليوم أنه هو العامل الأهم. يعني هذه الدول العربية هي حتى على صعيد الهوية لم تحسم خياراتها، لا على صعيد الاستراتيجية والشراكة وترسيخ مؤسسات الدولة والحريات المدنية. كل هذه الأمور فيها ما زالت في طور غير ناضج. كل المنطقة على فوهة بركان في حالة سيولة عالية، ولذلك اليوم دخول الصين على المنطقة
بالشكل الذي تتصور مبادرة حزام الطريق دون عوائق كثيرة جدا. المنطقة الآن نستطيع أن نستخدم كلاشيه أنها على فوهة بركان، نعم، ولا ندري أين ستستقر الأمور. ما دام هذا الكيان الصهيوني موجود ومزروع في قلب المنطقة، في قلب الأمة العربية، فلن تهدأ ولن يكون هناك استقرار ولن يكون هناك تنمية حقيقية، ولن تستطيع مبادرة الحزام والطريق أن تحقق أهدافها في ظل وضع من هذا النوع على الأقل في منطقتنا العربية. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور محمد مكرم بلعاوي رئيس منتدى آسيا والشرق الأوسط، وشكري موصول لضيفي من لوس أنجلوس الأستاذ توفيق طعمة المحلل السياسي. ننتقل بكم إلى موضوع آخر، إلى زهرة المدائن وحديث اليوم عن مؤسسة دار الطفل في القدس المحتلة، فإلى هناك. بعد مجزرة دير ياسين اللي راح فيها ناس كتير، لموا هالأطفال اللي لقيوهم ناجيين من المجزرة، حطوهم في ترك قلاب وأخذوهم وراحوا على الأحياء اللي فيها أطفال يهود منشان يضحكوا عليهم ويتمسخروا عليهم. بالآخر أجزتوهم في أحد أبواب القدس القديمة وقالوا لهم يلا روحوا عند العرب. مشيوا هدول بيعرفوش القدس، عمرهم ما دخلوها. مشيوا 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 لقيوا جامع عمر وكنيسة القيامة، حسوا إنه يمكن هذا المحل آمن. بهداك الوقت كانت مرأة ست هند، قالوا شو بتسووا هون؟ ما تروحوا على بيوتكم. قالوا لها نحن ما بنعرفش، ما لناش بيوت هون. راحت على سوق الحصر اللي قريب من هاي المنطقة، بتعرف هناك ناس، استأجرت غرفتين وأخذت 55 طفل على هدول الغرفتين. المؤسسة بتتألف من عدة أقسام: قسم الداخلي لليتيمات والمحتجات، الحضانة والروضات، سبع روضات سبع شعاب، المدرسة اللي هي 25 شعبة، بعدين في عنا المتحف للتراث الشعبي الفلسطيني، وفي عنا دار إسعاف النشاشيبي للثقافة والفنون والأداب. والدتي صابها انهيار بعد الولادة، كان أبوي متوفي، في ست اسمها ميري تعرف ماما، اتصلت فيها قتلها ست هند إن طفلة، فجيت من الشام لدار الطفل. هدول برضو صور العيلة، هذا أخوها الكبير برهان حسيني، هذا توفيق صالح حسيني صاحب البيت اللي احنا هلأ فيه، هند حسيني وهي صغيرة كانت هون بالثلاثينات لما بدأت مؤسسة دار الطفل. هي الحقيقة أمي، هي هند حسيني لما تبنتني أنا كان عمري شهرين، يعني فتحت عيني على الدنيا ما بعرف إلا هند حسيني، أنا بنت الست هند الحسيني. طبعاً دار الطفل يعني أنا بالنسبة إلي بيتي وحياتي، زي السمكة بالماء، إذا بتطلع السمكة من الماء بتموت، وأنا هيك. هي راحت تركتنا دار الطفل بلاها، ما في دار الطفل، في دار الطفل مدرسة وعلم بس الروح لا. أنا بالنسبة لي دار الطفل هي كانت هند حسيني.
ومن زهرة المدائن إلى ذاكرة فلسطين. واليوم نتحدث عن مجزرة أسطول الحرية التي وقعت عام 2010. من أجناس وألوان عدة حاولوا اختراق الحصار الجائر على الفلسطينيين، غير أن المحتل لم يكن ليرضعه أي راضع أخلاقي أو إنساني. مجزرة أسطول الحرية عام 2010. انطلقت قافلة الحرية تضم 6 سفن تابعة لهيئات إغاثية مختلفة، أكبرها سفينة مرمرة التركية، وأخذت طريقها في المياه الدولية قبالة السواحل القبرصية باتجاه قطاع غزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على سكانه منذ سنوات. كانت السفن تحمل على متنها مواد إغاثة ومساعدات إنسانية، بالإضافة إلى نحو 750 ناشطا حقوقيا وسياسيا، بينهم صحفيون ممثلون وسائل إعلام دولية. ما كادت أن تصل السفن إلى بغيتها حتى تم الهجوم على أسطول الحرية في المياه الدولية من قبل القوات الإسرائيلية، فاستخدم الجيش الإسرائيلي المروحيات والقنابل الصوتية وانهالوا على المركب بالرصاص الحي، وانقطعت الاتصالات مع السفن بعد قيام الجيش الإسرائيلي بتشويش الاتصالات عليها، مما مكن الجنود أن يستولوا على السفينة. وأسفرت المجزرة عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 26 من المتضامنين، كما تم توقيف جميع النشطاء واقتيادهم إلى ميناء أسدود الإسرائيلية في أحداث وصفت بالمجزرة وإرهاب الدولة. توالت ردود الفعل العربية والعالمية الغاضبة ضد ما أسمته جريمة إسرائيل بحق المدنيين المسالمين، وطالبت منظمات عربية ودولية بفتح تحقيق دولي في هذه المجزرة. أما تركيا فقد سحبت سفيرها من تل أبيب وعلقت بعض أنشطتها الدبلوماسية والعسكرية مع المحتل الإسرائيلي، فيما رفضت إسرائيل الاعتذار عن هذه المجزرة معتبرة إياها نوع من الدفاع عن النفس. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. وبهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. تقبلوا أطر تحياتنا في فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.